طيب خلينا نروح لمدينة الغردقة اللي طبعا تعتبر من المدن السياحية اللي ليها طابع خاص وفريد منه، كمان بتعتبر من الوجهات السياحية المفضلة عند قطاع كبير الحقيقة من السائحين من مختلف الدول. عشان كده في الوقت الحالي يعني لو هنتكلم على نسبة إشغالات الفنادق في الغردقة وصلت نسبتها ل100%. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل عليك استاذ محمد، صباح الفل على الاستاذ جمانة وعلى المشاهدين كمان. يا اهلا بيك. احنا ازاي استعدينا عشان نستقبل هذا العدد الكبير من السياح؟ معروف طبعا ان مدينه الغردقه من المدن الجميله جدا وفيها من عوامل الجذب الكثير، لكن احنا استعدينا ازاي عشان تصل نسبه الاشغال ل 100%؟ والله الحمد لله، يعني ده يعني هي حكايه كبيره، بدايه التمنيات، بدايه انشاء الفنادق في الغردقه والاستثمار السياحي اللي حصل، وال يعني يعتبر انجاز تاريخي في مجال السياحه وجود مدينه الغردقه في المكان دوت على البحر الاحمر، اللي هي بتشتغل في المواسم كلها طول السنه موجوده، وعندنا امكانيات بتجذب سياح كتير على مستوى العالم، حتى ان المصريين اصبحوا يعني بينافسوا الاجانب كمان في ان هم يتواجدوا في فنادق كتير في الغردقه. الاستعدادات طبعا يعني احنا طبعا بنشيد بالانجازات اللي حصلت في الفتره الاخيره على الطرق طبعا، اللي بتخلي في سيوله او في ان احنا نقدر نتحرك من مكان لمكان بسهوله. 4 ساعات كمان من القاهره تقريبا. تمام الحمد لله. والله يعني طبعا طريق الجلاله زي ما حضرتك عارف يعني انجاز تاريخي برضو، ان احنا ننحت في الصخر ونعدي طريق في اوديه واماكن صعبه جدا المرور فيها، ده يعني شيء الناس يعني ما خدش حقه بصراحه بالنسبه للاعلام، ولكن الواقع بيأيد الكلام دوت يعني انعكاس الصوره، ووجود السائحين بامان وطمانينه في اماكن زي الغردقه ده اللي بيخلينا يعني نشكر كل اللي اسهم في ان هو يعمل حاجه انجاز زي دوت زي طريق الجلاله. مطار الغردقه مطار بيستقبل حوالي 13 مليون سائح، يقدر يعني الاستيعاب بتاعه 13 مليون سائح على اعلى مستوى الحمد لله، كل يعني يعتبر باقي حاجات بسيطه جدا، سلبيات بسيطه ممكن نتلاشاها في اي وقت، ويعني اصبح عليه طلب كبير جدا من شركات الطيران العالمي ان هو يبقى محطه اساسيه للبرامج بتاعتنا. فالحمد لله الاستعدادات طبعا، حتى الفنادق نفسها بتطور من نفسها دلوقتي، مفيش فندق في الغردقه ما فيهوش اكوا بارك، رغم ان الناس زمان كانت هو طبعا واخدين فكره ان الغردقه هو عباره عن بحر فقط لا غير، ولكن زي ما حضرتك عارف حتى البحر في البحر الاحمر ساري جدا بالشعاب المرجانيه وبالحياه البحريه، والانجاز اللي حصل برضو من حوالي اسبوعين الحمد لله، يعني احنا بنعمل متحف تحت الميه للغطاسين، ليه بعد بيئي وبعد ان احنا نخفف الضغط على الشعب المرجانيه الحقيقيه. يحصل ان الغطاسين اللي بينزلوا بيتفرجوا على حاجات كتير موجوده، في معدات حربيه قديمه موجوده في قاع البحر دلوقتي تم اغراقها مخصوص للبانوراما، عمل جيد جدا ان احنا نستثمره في قاع بحر زي الغردقه. طبعا اكيد. طيب خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ابرز الجنسيات اللي تعتبر اكثر اقبالا للغردقه. والله احنا نقدر نقول ان الغردقه اصبحت عالميه لدرجه غير عاديه في كل، يعني احنا واحنا ماشيين في شارع الشيراتون بالليل مثلا بنلاقي جنسيات كل جنسيات العالم، لو رحنا ناحيه جامع المينا في اللي هو اصبح دلوقتي مزار سياحي في قلب الغردقه بنشوف كل جنسيات العالم، ولكن يعني في الفتره اللي احنا فيها في جنسيات حصل فيها طفره في الاعداد بتاعتها زي الجنسيه البولنديه مثلا، البولندي رغم ان في حروب في الاماكن دي في شرق اوروبا، ولكن في استثمار لواقع، يعني احنا عندنا البحر والشمس وعندنا كل يعني حتى في الحراره دي اللي موجوده في على مستوى العالم اصبح في تغير مناخي، ولكن تظل الغردقه يعني تعتبر ملجا او يعني تعتبر للناس المحبين مقصد صحيح
للمكان دوت. فعندنا الحمد لله البولندي، عندنا الروماني، عندنا الصربي، عندنا التشيكي، عندنا طبعا الالماني بصفه اساسيه. ده مولع بالغردقه بيعيد زيارته، يعني لما بتسالي سائح الماني انت للمره الكام في الغردقه، ما فيش اقل من 20 مره، يعني هو بيجي في السنه مرتين وثلاثه الغردقه. ده عظيم جدا، لان هم بيعشقوا الغردقه جدا. وفي برضه طفره في السوق الفرنسي، الانفتاح كده حصل من حوالي شهرين بالظبط، ان الاعداد بدات تزيد تتضاعف وبالخمس مرات وست مرات عن الطبيعي في الوقت ده. عظيم جدا، احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ووضحت لنا نقطه مهمه جدا وهي السياحه الداخليه. انت قلت حتى ان المصريين بيتنافسوا مع الاجانب في الاقبال على مدينه الغردقه، واللي بيميز كمان الغردقه بالنسبه لنا احنا كمصريين ان هي مدينه سكنيه عادية جدا، نقدر ان احنا نروح في اي وقت ونعيش حياتنا، كمان مش مسألة سياحة فقط، لا كمان ممكن نتجول داخل المدينة. شكرا جزيلا استاذ بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الاحمر. يمكن انا سعيدة جدا بفكرة السياحة الداخلية يا شاذلي. احنا قبل كده كان بالنسبة لنا المقاصد السياحية كانت محدودة، كنا الناس بتتجه لاماكن بعينها. طبعا الغردقة وشرم الشيخ كانت واحدة منهم، بس دلوقتي بقت زيادة قوي، الناس بقت حابة انها تسافر جوه مصر، وده نظرا حقيقة يمكن لا زي ما كنا بنتكلم في الاول على الخطط التنموية اللي حصلت في كل القطاعات. الحقيقة الطريق كان من الطرق بالنسبة لنا كانت من اهم يمكن المشاكل اللي كنا بنواجهها عشان نسافر، يعني حتى الغردقة عشان تسافر الغردقة كان يعني عارف صحيح بيبقى محتاج مننا تفكير ومجهود عشان نقدر ان احنا ناخد الخطوة. فسعيدة جدا بنسبة الاشغالات تحديدا من السياحة الداخلية.